السلام عليكم. السيدة توكل كرمان الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، وهي بالمناسبة تحضرنا الآن أونلاين عبر تطبيق الزوم. ضيوفنا الأكارم، أبنائي وبناتي، أيها الشباب الواعد، مساء الخير. المبتدأ: تبدأ الإنجازات العظيمة من أحلام أصحابها، حيث أنشئت مؤسسة توكل كرمان متمثلة لكل القيم الإنسانية العليا التي تدعو لها المؤسس السيدة توكل كرمان، المرأة التي وهبت نفسها للنضال واعترف بنضالها العالم، فمنحها جائزة نوبل للسلام في فترة من أصعب الفترات التي مرت بها أمتنا، وهي تكافح ضد الأنظمة الدكتاتورية والاضطهاد والفقر والتخلف والجهل والفساد. ومن هذا المنطلق وجدت المؤسسة لتخدم الإنسان في كل مكان. نستهدف كل الأماكن التي نستطيع إليها الوصول ببرامجنا الموجهة للتنمية والديمقراطية وبناء السلام. ولدت المؤسسة في نهاية العام 2016 لتحقق في فترة الست سنوات ما يمكنكم أن تفخروا به معنا، وأخذت على عاتقها تحقيق ما يمكنها من أحلامنا جميعاً من أجل الوصول لمجتمعات مزدهرة، مستقرة وآمنة. قد يكون الهدف كبيراً، لكنه يجب أن يكون كذلك. إن الأهداف لا تحقق دفعة واحدة، بل هي بحاجة للعمل المخلص والدؤوب والمستمر. فرحلة الميل تبدأ بخطوة، كما يبدأ المطر بقطرة، وكما تبدأ القصص بأبطالها. فلسنا نحن أبطالها فقط ما لم تنضموا إلينا بعزمكم وإرادتكم على أن تكونوا أفراداً صالحين ومؤهلين لخدمة أوطانكم وخدمة غيركم ممن يحتاجون لوضعهم على أول الدرب وإرشادهم للطريق. المسيرة: نفذت مؤسسة توكل كرمان الكثير من البرامج والأنشطة في مجال التنمية وفي التعليم خصوصاً، حيث تؤمن المؤسسة أن التعليم هو الوسيلة الأكثر تأثيراً في نهوض المجتمعات، فالتعليم يصنع الوعي، ووعي الإنسان بذاته وطاقاته وقدراته يجعله قادراً على توظيفها التوظيف الأمثل ليصبح نافعاً ليس لنفسه فحسب، بل ولأسرته ولمحيطه والعالم أجمع. فالإنسان المتعلم هو الحامل القوي والأساس الصلب الذي تستند إليه عملية التنمية. من أجل ذلك توجهت المؤسسة لقطاع الصحة، فبنت المراكز الصحية في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وزودت الكثير من المستشفيات بما ينقصها من أجهزة وأدوات. أما على صعيد التمكين الاقتصادي، فقد دعمت الكثير من المشاريع الاقتصادية والزراعية التي تمكن الأسر من تغطية احتياجاتها من جهة، والإسهام في عملية التنمية من جهة أخرى. نفذنا أكثر من 150 مشروعاً تنموياً استفاد منهم عشرات الآلاف في برنامج حيث الإنسان، كما دعمنا عشرات المبادرات الشبابية والإنسانية من خلال برنامج مساندة، وقدمنا الكثير من حملات الإغاثة الإنسانية التي وصلت لأكثر من 100,000 أسرة من المتضررين من الحرب. شققنا العديد من الطرق وأوصلنا المياه للمناطق المحرومة، وانصب جزء من اهتمامنا على الفئات الأقل حظاً من ذوي الاحتياجات الخاصة والمهمشين. عقدنا الكثير من المؤتمرات والندوات والورش، وأوصلنا أصوات الناس التي لا صوت لها من خلال قنوات التواصل ومنصات التعبير عن الرأي. مددنا جسوراً للحوار بين الأفكار والثقافات من خلال برنامج جسور، ولم ننس رعاية الموهوبين من فنانين ورياضيين وأدباء وشعراء. عمل شاق
كبير ومضني ومكلف خففه علينا ما لمسناه من تغيير على أرض الواقع. وللتعرف على مسيرتنا خلال 2190 يوماً يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.tkif.org. هناك ستجدون تفاصيل أكثر عن كل ما قدمنا وما نقوم به من برامج وأنشطة منذ الوهلة الأولى وحتى اللحظة. والآن قيادات من أجل المستقبل. هذا البرنامج هو برنامج يسعى لتأهيل الشباب وتزويدهم بمجموعة من المعارف والمهارات التي تؤهلهم للحصول على الفرص التعليمية في الجامعات أو سوق العمل من خلال 3 مسارات. المسار الأول هو دبلوم اللغة الإنجليزية وصولاً للآيلتس والتوفل بالتعاون مع معهد إنجليش كاسل، بالإضافة إلى مسار المهارات التي يتطلبها سوق العمل ومسار الديمقراطية وبناء السلام. إن القائد المجتمعي والقائدة المجتمعية هم أولئك الذين يملكون الإدراك الواعي للتعاطي مع واقعهم بإيجابية من خلال حزمة منهجية متكاملة تجعل منهم أكثر تأثيراً وفاعلية وتصنع منهم خياراً منافساً ومطلوباً على مستوى المؤسسات التعليمية والشركات والمنظمات. ولكي يحدث ذلك فلا بد من الالتزام بجميع المسارات التدريبية والحرص على حضور كافة الدبلومات واستغلال الفرصة التي قد لا تتكرر في تقديم هذا المنهج المتكامل الذي سوف تقدمه مؤسسات تعليمية ذات كفاءة ومدربون يتمتعون بالمهارة والخبرة تم اختيارهم لأجلكم. قدمنا في إطار هذا البرنامج أكثر من 7000 منحة بما فيها هذه الدفعة، وشملت شباباً وفتيات من اليمن وتركيا و11 دولة عربية أخرى، تجدون أعلامهم هنا. وإننا نتمنى ذات يوم أن تتواجد كل أعلام العالم هنا. قد يظن بعض الشباب، إن كل ما نرجوه كمؤسسة هو الاهتمام والانضباط والمواظبة والحرص على حضور كافة التدريبات. قد يظن بعض الشباب الذين حصلوا على المنحة أن هناك دبلوم أهم من آخر، وبالتالي قد لا يتحمسون لحضور بقية الكورسات والنشاطات، وهذا غير صحيح، لأنه لن يحصل على الفائدة الكاملة ولن تتحقق أهداف البرنامج التي نطمح إليها. وعليه كمؤسسة سوف نتابع التزام الجميع بالحضور والتفاعل مع جميع الكورسات، لأن إهمال أحدها على حساب الآخر سوف يضطرنا آسفين لاتخاذ إجراءات صارمة قد تصل إلى حد خسارة المنحة. الواجب تجاه المؤسسة، إن علاقتنا معكم تقوم على أساس الشراكة، فبالقدر الذي نحن مسؤولون فيه عن نجاح البرنامج فأنتم أيضاً مسؤولون المسؤولية نفسها عن نجاح هذا البرنامج. مهمتنا جميعاً تقتضي مساعدة المؤسسة في إيصال رسالتها بالتفاعل مع أنشطتها الأخرى وتلبية دعواتها متى ما كان ذلك ممكناً، والتجاوب مع كل ما تطلبه إدارة البرنامج سواء بالتوثيق لمسيرتكم التعليمية في المنحة أو عن طريق اللقاءات وعرض قصص النجاح بما يلهم ويفيد الآخرين. أيها الأعزاء جميعاً، إننا نفتح الباب لكل الملاحظات، وسوف نكون شاكرين لكل ما ستقدمونه من مقترحات تساعدنا على تقييم البرنامج من جهة وتطويره من جهة أخرى، كما أن تفاعلكم معنا سيجعلكم في مقدمة من يستفيد من برامجنا وأنشطتنا المستقبلية. ويسرني أيضاً أن أعلن هنا أن البرنامج خلال هذه
المنحة تحديداً، وأيضاً نعلنه للمنح السابقة، أنه سيقدم جائزة لصاحب وصاحبة أفضل قصة نجاح، وسنوافيكم بتفاصيل الجائزة وشروطها لاحقاً. وأخيراً أشكر الضيوف الأكارم الذين شرفونا من الجهات والمؤسسات الشريكة، بالإضافة إلى الطلاب برنامج قيادات من أجل المستقبل وضيوفنا الآخرين. أتوجه أيضاً بالشكر لفريق العمل ولكل من ساهم في إنجاح هذه الاحتفالية، احتفالية التدشين، من زملائنا في معهد إنجليش كاسل وبلقيس ميديا وقناة بلقيس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.